رئيس، انتم عندكم نيه لتنفيذ بعض هذه المطالب؟ سواء كنت سري ولا كنت علني، هذا كيف؟ اصبحتم تتفرجون على الاحداث دون اي مبادره. ثم نحن نميز بين بعثي وبعثي. دولة الرئيس، ما هي الملفات على رافع العساوي؟ ان نقول شيء لم يثبت. ان صدام لم يستطيع السيطرة على المحافظات الجنوبية. لا أحد يستطيع أن يتحدث عن أنه سينتفع من الطرح الطائفي أبدا. إلى متى تتكلم دولة الرئيس بالإشارة؟ لكن الذين حركوها أصحاب الأجندات، هم كانوا من ضمن المساءلة والعدالة، وهذا اليوم هم يحتلون مناصب بالدولة. سأستمر بمحاربة الطائفيين من أي جهة كانوا، من يرفع شعار الطائفية أحاربه سنيا كان أو شيعيا، لأن الطائفية هي المرض الخطير التاريخي الذي دائما يستخدم لتفتيت الشعوب.